على أزرق صنعته يداي، كتبت بكفي أحب 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 العراق. رغم نظرة مجتمعه المقيد تجاه الغناء وأدواته، إلا أن جعفر أقدم على فتح محله الصغير هذا في مجمع الغدير وسط مدينة النجف لبيع الآلات الموسيقية كمتنفس نفسي ولعشقه للفن المسموع. أي آلة موسيقية من تعزف عليها عندك شحنة سلبية كلها تسرب. جانب الموسيقى يا أخي ما هي إلا أكو كل شيء لا أخلاقي مرفوض بالمجتمع. القصائد المنبرية تستخدم الألحان، المسارات اللحنية، المسارات المقامات. تجويد القرآن أيضا يعتمد على السلالم الموسيقية. نقابة الفنانين في النجف قالت إنها قدمت طلبا يقضي بتعديل قانون منع إقامة الحفلات الفنية والسماح بإقامتها وفق شروط، وكانت مديرية الأمن السياحي قد أصدرت الشهر الماضي قراراً منعت بموجبه إقامة الحفلات الغنائية ومحاسبة القائمين عليها. توصلنا إلى صيغة معينة ونقاط معينة الكل يجب أن يلتزموا فيها، وهي مثلاً احترام المدينة المقدسة، الاحتفالات ما تصير بالشوارع العامة ولا بالساحات ولا بأماكن مفتوحة. وفي حين دعا ناشطون إلى اتباع مبادئ الاعتدال في شؤون المحافظة، تباينت آراء النجفيين حول قرار منع الحفلات الفنية بين مؤيد ورافض. الحفلات رافضيها، بس الحفلات اللي بها مولود شكوا بيها. رواديد موجودين وعندنا حفلات دائما تقيم بالنجف، حفلات حلوة ورواديد على مبدأ للبيت لا مبدأ الرقص. ينبغي أن يكون هناك سياق وسطي يتفهم وجهة النظر الرافضة والتي تتبنى إقامة هكذا حفلات. وكانت دائرة انتقاد الحفلات والأنشطة الفنية في العراق قد توسعت مؤخرا، وكان آخرها الاحتجاجات التي أطلقتها جهات دينية في بغداد للمطالبة بمنع إقامة الحفلات الفنية إثر الحفلة التي أحياها الفنان المصري محمد رمضان وشهدت حضورا جماهيريا واسعة. يحاجج مثقفو النجف وناشطوها بأن مدينتهم التي اشتهرت بالفكر والأدب وتصدرت المشهد العراقي لعقود طويلة في مجال الشعر لا يمكن أن تكون بعيدة عن الموسيقى والفنون، شرط المحافظة على التوازن والاعتدال. أحمد الحسناوي، الحرة، النجف.